مرحبا، أنا باسكال ومن العنوان عرفتوا شو عاملين. نوتيلا دوناتس. الدوناتس من الحلويات اللي عدد كبير من الناس كبار وأطفال بيعشقوها. بهيدا الفيديو رح أقدم لكم أنجح وأسرع وصفة وطريقة لعمل الدوناتس، خفيفة وهشة وطيبة أكتر بكتير من الدوناتس الجاهز. ممكن تكون الحشوة نوتيلا أو كاسترد أو سادة. ليلي حابين تكون الحشوة كاسترد، شوفوا وصفة الكاسترد بريوش يلي عملناها. مندوب السكر بالحليب الدافئ، منضيف الخميرة مع تحريكة خفيفة، منتركهم 10 دقايق لحد ما تعمل رغوة على وجه الحليب. هيك منعرف انه الخميرة جاهزة، وفي حال ما صار في رغوة يعني الخميرة فاسدة ولازم نعيد الخليط. افضل من اعادة الوصفة كاملة وما تعرفوا ليه ما زبطت معكم. منضيف الطحين والملح والبيض ومنحرك ومنعجن 4 لـ5 دقايق. رح تحسوا العجينة عم بتلزق بالإيد، بس مع العجن بتروح. نرجع منضيف الزبدة ومنكمل عجن كمان 4 لـ5 دقايق. منغطي العجينة ومنتركها تتخمر ساعة بمكان دافئ. أنا شخصياً بحب غطيها بحرام. منجهز أوراق زبدة على شكل مربع، لأنه بعد تقطيع العجينة إلى دوائر رح نخمرها مرة تانية. من الأفضل تتخمر على الأوراق كرمال لما نرفعها للقلي ما نخرب شكل الدوائر ولا نخرب تخميرها. هيك بتطلع هشة وشكلها حلو وكلهم مثل بعض. منطلع الهواء من العجينة ومنمدها بسماكة 1 سنتي على طاولة مرشوشة طحين. منقطعها ومنحطها على أوراق الزبدة يلي جهزناها للتخمير مرة تانية لمدة بين 15 و20 دقيقة. زوايد العجينة يلي كانت تطلع معنا بعد التقطيع منجمعها ومنريحها بين 10 و15 دقيقة. نرجع منمدها ومنقطعها مرة تانية. العجينة حلوة وشغلها رائع وعملت معي حوالي 18 حبة. جربوها وخبروني بالتعليقات شو رأيكم. بعد ما ترتاح الدوناتس 20 دقيقة منحمي الزيت بين 140 و 160 درجة مئوية. إذا ما في ميزان حرارة حموا الزيت على نار وسط لحتى لما تنزلوا الدوناتس تاخد نار على مهل
ويصير لونها ذهبي من برا وتستوي من جوا. لما نرفعهم من الزيت مش دغري تنزلوهم بالسكر، ممكن كمان تضيفوا قرفة ناعمة إذا بتحبوا على السكر. أنا بحب حطهم دقيقة على ورقة مطبخ ينزلوا الزيت بعدين على السكر. كمان مش لازم يكونوا بردوا لأنه ما بيعود يعلق السكر على الدوناتس. أما بالنسبة للحشوة لازم الدوناتس يكونوا بردوا قبل ما نحشيهم. ناخد عود خشب ومنعمل فتحة بالدوناتس، منحركها منيح جوا لنعمل مكان للحشوة، بعدين منعبي الدوناتس لحد ما تملى ونحس الدوناتس صارت تقيلة بإيدنا. طالعة شكلها حلو، خفيفة، فلافي ومش شاربة زيت. الدوناتس من الحلويات يلي لازم تتحضر بنفس يوم التقديم حتى تتاكل طازة، لأنه عمرها يوم ماكسيموم يومين. إذا عجبتكم الوصفة ادعموا الفيديو بلايك، وما تنسوا الاشتراك بالقناة حتى تتابعوا وصفاتنا اللي جاية. وألف صحة وهنا.